يا صباح الفل عليكم يا جماعة. ان شاء الله النهاردة هنعملكم فيديو مختلف، ولسه فيديو جديد على القناة. هنعمل ان شاء الله فلوج عن تصوير واسعار الحمام في سوق الجمعة في اسكندرية. احنا حاليا في الشقة، الساعة حاليا 6 صباحا بتوقيت مصر. هنوريكم بقى الفلوج كده، ويا رب التصوير والشغل بتاعنا يعجبكم ان شاء الله. وصلنا اسكندرية يا جماعة، احلى جو واحلى منظر زي ما انتوا شايفين كده. الدنيا زي الفل هنا، الحمد لله احنا وصلنا اهو بالسلامة. هنروح بقى دلوقتي نتوجه الى سوق العصافير وسوق الحمام سوق الجمعة، ونصور لكم الدنيا ونشوفوا الدنيا تبقى عاملة ازاي كده ان شاء الله. Thank you.
اللهم صل على النبي. ده الروماني يا جماعة، ده الروماني وده كنك ما شاء الله. ازاز ديون عايزين نفهم الناس يعني الانواع ايه الدنيا ايه. عايز صلاة على النبي. عايز صلاة على النبي. اللهم صل على النبي. وش الولا؟ بس ده كبير في السن شوية ولا هو بيبقى كده؟ لا هو كبير، ده كبير في السن. وادي تيرته ايه؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل. دي سوديش ودي صغيرة شوية في السن. حلو. دي صغيرة في السن. صح. انا قوي كينج وحمام لحم فرنسي وهزازات، هزاز ديول، هزاز اكتاف، هزاز هندي كده. لما الحاجات ديت اول ما باخد فكره عنهم. اصل القطاعات دول بيعملوا 3.5. 3.5 ده يعني 350 صح كده؟ ده برضو الاصعاب اللي هي الشائعه هنا 2.5 3.5 3 يعني 350 او 250 كده يعني. تمام. اولى ساعه معايا شويه حمام حلول متخطط. حمام ايه؟ حاجات دي كده. بكام الاصل؟ يا عم هجيبهم لك واتفرج عليهم. المشكلة انك برد الله كيري ده ما مش وش عليها. ايه؟ وش عليها وش عليها. ماشي. ده عدة كركور ابيض اهو. اللهم صل على النبي. ايه رايك فيه؟ 100 100. 90 جنيه بس. 90 جنيه شغال ده. بس اهو. شاب. 90 جنيه شغل وشغال. اللهم صل على النبي. انت بقى موجود هنا على طول صح؟ على طول يا باشا. مكانك ايه بقى واسم حضرتك ايه؟ كوبري الناموس. حبيبي. اسمي زياد. ماشي يا عم زياد. بص كده. ايوه خش بقى على الحاجة. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حاجة من الآخر. حاجة من الآخر. اللهم صل على النبي. الفرد ده عامل قد إيه؟ عامل 100 جنيه. 100 جنيه. والله تعالى والله 10 على 10. عزاز هندي. أصعب 10 على 10 والله. أقف ولا ألعب ولا. اللهم صل على النبي. ده في واحدة تانية هزاز ولا دي؟ ده يا دي؟ برضه نفس السعر 100 جنيه. يعني كده لو واحد عاوز يجيب جوز ولا حاجه مبتدئ ممكن ب 200 جنيه يبدا بجوز مبتدئ صح كده؟ صح كده. اللهم صل على النبي عليك. في منها طبقتين وفي منها 3 طبقات. 3 طبقات معنى ان غزاره الريح. واسمع ان في بقى موضوع الهزاز الديول بيقول لك لازم تعد الطاره دي تلاقيها مثلا فوق ال 30 ريشه او كده. لا وفي ناس بتاخدها بالطبقات اللي هو طبقه 2 3. 2 3. 3 طبقات ده مستوى عالي. طبقتين مستوى في الوسط. طبقه واحده ده مستوى اللي هو الشعبي اللي احنا بنسميه الشعبي عندنا. طب والاسعار بقى بتبدا من ايه؟ الاسعار على حسب المستوى. تبدا مثلا ادفع صورك ولا يعني. ماشي اتفضل. اتكلم بقى كده وقول لنا مثلا الاسعار تبدا من كام، الدنيا ايه كده بالنسبه لاسعار الهزاز. اسعار الهزاز على حسب المستوى وعلى حسب النوع بتاعه بالظبط. يا اما ديول وفي اكتاف. الاكتاف اللي هو بيبقى كتفين بس بلون وباقي الجته بلون تاني بلون الابيض صح كده؟ تمام. والاسعار الهندي العادي الابيض الهندي مثلا نقوله من 200 250 الاصل. تمام.
ودول اللي بتبقى اعلى منه شويه. الاكتاف اللي زي دي اللي هو الديول اللي زي ده الديول بتبقى اعلى من الهند الساده. اعلى من الهندي يعني معنى كده لو في فرق جوز حمام لونين هزاز بيكون اعلى من اللون واحد الساده صح كده؟ لا هي مش شرط، هي مش القصه في الالوان، القصه هنا في الحمامه ديت ومميزاتها والحمامة التانية ومميزاتها وبالنسبة لي التقليب هنا والتقليب هنا والأسعار. تمام. الحمام اللي احنا واخدينه كسعر يعني في ناس بتبيع الهندي أغلى. في ناس وفي ناس بتبيع الديول أغلى. الهندي أغلى وفي ناس على حسب المستوى بمعنى صح. بس هو المفروض اللي المتعارف عليه إن الهندي أقل في السعر من الديول، لأن الديول المفروض إنه سعره أعلى. بس ما شاء الله حرارته عالية كويسة. الهندي بنعرفه إزاي؟ يعني انا واحد مبتدئ داخل السوق عايز جوز حمام كينج اجيبه ازاي وافهمه ازاي واعرفه ازاي؟ بص هو الفرق ما بين الكينج والمالتي او الروماني. تمام. المالتي او الروماني بيبقى كينج بيبقى طويل يعني اللي هو الجلده بتاعته سرحه. تمام. ده بيبقى قصير اللي هو بيبقى بالمنظر ده. والديل بتاعه بقى بيكون واقف ولا لازم يكون مدلق؟ واقف. طب ووزن الجوز؟ وزن الجوز مثلا بيتراوح من قد ايه الوزن؟ الوزن ما اقدرش اقول يعني مثلا فوق الكيلو؟ لا فوق الكيلو كيلو ربع كيلو. لا يعني لا لا اجيب ممكن فوق الكيلو ربع كيلو. تمام. طب ايه اللي بيميز الحمامه الكينج؟ ايه اللي بيميزها عن الانواع الثانيه؟ بيميزها؟ يعني بتتميز بايه؟ حجمها وديلها يعني بتجيب سفرين حجمها كبير. ايوه طبعا انت فاهم اتكلم مفيش مشكله. اتكلم يا باشا. عايز اقول السلام. حمام الكينج ده بيتميز بس رجله تمام ووقفته تمام والديل القصير اللي بيبقى طالع لفوق يعني ده انا فاهم خلي بالك بس انا عايز اوصل للناس معلومه بسيطه منكم انتوا. هي ده مستوى كويس ده مستوى كويس ده اللي هو المستوى العادي المتوسط المتوسط في حاجه اعلى من كده اللي هو اقل اقل من كده شويه برضه موديله ده مرفوع تمام ما يعداش مثلا على 3 صح بيبقى كده. وبين بتفضل اعرف الفرق بين الكينج وبين المودينه؟ اللون والحجم بيبقى قليل شويه في المودينه بيبقى صغير شويه وبيبقى قصير صح. طيب اصعاب الكينج بقى الشعبي لحد المستوى العالي بتبدا من كام ومعاك لحد فين؟ بتبدا من 700 لحد 10,000 و 15,000 وتمام. شكرا يا باشا احلى صوره يا باشا وهتنزل على القناة العصافير اللي عندك والاسعار بتاعتها وكده. تمام. طب ولا حلو. طب ايه الفرق؟ انا شايف يعني انا الاثنين شبه بعض ولا في فرق؟ ده اغمق شويه احمر شويه. تمام. ده 900 تمام 550 ده الشغل الشغال بقى الحاجات دي شغاله صح؟ تمام. طيب ايه تاني معانا؟ 1200 اللي فوق ده من 800 ل 1000 طب البادج بقى العادي ده زي ما انت عايز لا بس بسم الله ما شاء الله كوكتيل 400 مصفحات تمام في زبره شبرا وزبره عاديه اللي تحت اللي جوه ده ايه؟ دي جاوة دي اسعارها ايه برضو؟ البني البني ده عامل قد ايه؟ الجوز ب 750 تمام
واخيرا يا جماعة رجعنا المنزل تاني والحمد لله عدت على خير، ويا رب يكون الفلوج ده عجبكم والاسعار عجبتكم والدنيا عجبتكم. وعلى فكرة الزحمة والدوشة اللي شفتوها دي كلها ده بس كده تعتبر خفيفة. ما تنسوناش باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد، ويا ريت تشتركوا في القناة لان في ناس كتير جدا يا جماعة بيتفرجوا عندي على الفيديوهات وغير مشتركين في القناة، والله فوق 90%. يا رب الفلوج ده يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا في فيديو جديد ويوم جديد.